ايه النور اللي احنا فيه ده؟ معقول حماتي عندنا؟ حماتي؟ ما تبطلي بقى حماتي والكلام البلدي اللي انت متعوده عليه ده. ليه بقى ان شاء الله؟ هي دي كمان فيها بلدي وفرنجي، حماتها مش ام جوزها تبقى حماتها على طول. معلش يا شيري، طالما الكلمه دي بتضايقها بلاها حماتي. تحبي انا اجيلك باي اسم فيهم؟ قصدك ايه؟ مش قصدي اي حاجه، قصدي تحبي اقولك يا حماتي، ولا تحبي اقولك يا طنط، ولا يا مامي؟ عشيت يا حبيبي؟ لا، لما منى تجوع هنتعشى سوا. طب انا هرتاح في اوضتي شويه، قبل ما تاكل قولي عشان ننزل ناكل مع بعض. شوية الحنية اللي أمك عايشة فيهم اليومين دول. والله ما فاهمها ولا فاهم أي حاجة. إيه اللي بيجرى في الدنيا بالظبط؟ فجأة نرجع الفيلا، فجأة ماما بتعتذر لي وبتترجاني إن أسامحها في غلطاتها اللي عملتها قبل كده. بتعتذر لي وبتقولي إنها مش هتعمل كده تاني. كفاية غلطات، دي عملت اللي يكفيها عمرها كله وعمر قد عمرها كمان. المهم يلا بقى، علشان أنا زهقانة وعايزة أتعشى بره ونفسي أتفسح. طب والست اللي تحت اللي مستنيانا نتعشى معاها دي؟ خلاص خليك قاعد جنب الست وبلاش انا اتفسح. ست مين بس يا حبيبتي؟ يلا بينا نتفسح. انا خلاص يا محمود، ما بقتش عايز اعيش مع خالته تاني، مش عايز اعيش مع حد غيرك انت وبس. وانا كمان مش متخيل حياتي من غيرك. لازم نلاقي طريقة ما تخليناش نفترق. ما فيش غير طريقة واحدة، لازم نتجوز. وفكرك ممكن تواجهي خالتك بقرار زي كده؟ أنا ما بقتش صغيرة وعديت السن القانونية، ما فيش أي حد له حكم عليا. بس في حاجة كنت عايزة أكلمك فيها. قولي يا حبيبتي كل اللي أنت عاوزاه. لو حصل واتجوزنا، شكل علاقتك بمراتك هيبقى عامل إزاي؟ الحقيقة مش عارف بالظبط، بس هيكون زي ما انت عايزه. حبيبي محمود، وكمان في حاجه كنت عايزه اكلمك فيها بمنتهى الصراحه. خير يا حبيبتي قولي. انت عارف طبعا لو حصل واتجوزنا، خالته مش هتبقى مباركه الجواز ده، وده معناه اني هخسرها وهخسر حد كان بيهتم بيا ويصرف عليا، وساعتها بس مش هيبقى لي حد غيرك. يا حبيبتي انا هعوضك عن كل حاجه في الدنيا. بجد يا محمود؟ بجد؟ ماشي احلى. شكو الافندي ده يا نهار اسود في ايه؟ ايه عندك مسكني كده ليه؟ وقف ايه؟ وقف يا عم. وقف يا عم. اطلع امشي. يعني اتقبض عليه متلبس. اللهم لا شماتة يمهل ولا يهمل. انا اسف يا باشا، بس سيادتك اللي امرتني اعمل كده. ما تتاسفش يا حسن، المجرم لازم ياخد جزاته. ده غلط كتير قوي وعض كل الايادي اللي اتمدت له، عشان كده لازم يتعاقب. يا حسن انت التصرف اللي عملته ده صح جدا، ما فيهوش اي حاجه غلط عشان تعتذر. كفايه انك انت اكرمته واستضافته عندك. يا هانم، يعني انا عملت كده عشان هو من ريحه الباشا. روح انت دلوقتي يا حسن وخليك على اتصال بيا، اي جديد تبلغني بيه على طول. حاضر يا باشا. تأمرني باي حاجه يا هانم؟ لا متشكرة يا حسن. طيب سلام عليكم. وعليكم مع السلامة. انا متاكده ان الخطوه دي مدروسه وليها هدف في دماغك. الهدف الوحيد ان كل واحد ياخد حقه بالعدل مش اكتر. اه طبعا. قولي يا عماد، هو انت هتفتح قضيتك تاني وتستغل ان هما مسكوا اخوك متلبس عشان تثبت براءتك؟ ده ممكن يتعمل، بس في نقطة تانية افضل بكتير. يبقى فضل كبير من ربنا لو حصلت. طب ما تفهمني بقى ايه النقطة دي. هفهمك.
صباح الخير يا عمو. معقول كده؟ في حد ما يردش السلام على مرات ابنه؟ يعني اللي تعتبر بنته؟ شريف فين؟ شريف بعته الجامعة علشان يسأل على امتحانات الدور التاني. أصل بصراحة أنا عايزاه ينجح بقى، كفاية فشل. مشيتيه بقى عشان يخلالك الجو للقذارة دي. ليه؟ هو أنا برضو اللي مشيت مراتك من الفيلا؟ وكان قصدي إن الفيلا تبقى فاضية علينا؟ أنا كل الحكاية إن أنا قلت أطمن عليك وأشوفك عايز حاجة، مش قلتلك إن أنا زي بنتك؟ جرية بتدي. بطلي شغل الثلاث ورقات ده عليا انا. ده انا خليكي تلفي حوالين نفسك وما تعرفيش وشك من قفاكي. تعملها وانت يعني كان اصلك ايه؟ حته موظف كحيان. لولا الفلوس اللي سرقتها انت وناديه كان زمانك مالكش لازمه، وكانت هي لسه فضلت صبيه كوافير في السيده زينه. جرايه يا بنت واطيه، انت نسيتي اصلك ولا ايه؟ وصلت بيك البجاحه انك تألفي قصص ملهاش اي اساس. طب دي ملهاش اساس وقتل شهيره ملوش اساس؟ انا مش هرد عليكي، انت بتخرفي. خلاص يا عم بلاش نتكلم في القديم، خلينا نتكلم في الجديد. انا عندي حاجات كتير قوي ساكته عليها، ومش هفضل كده ساكته كتير، لازم اخد تمن سكاتي. والله انا ما عنديش حاجه اخاف منها عشان ارشيكي مقابل سكاتي. لا يا عمو عندك كتير، عندك ملف شهيره. يا ترى المدام كانت عارفه ان انت متجوزها كده وكده؟ يا ترى المدام كانت عارفه انها كانت هتجيب لك ولي العهد؟ والله لو جدع اثبتي اللي انت بتقوليه ده. والله مش انا اللي هثبت، الطب الشرعي هو اللي هيثبت، هو اللي لقى الجثه وشرحها وحيعرف انها كانت حامل. طب وانا مالي؟ كانت متجوزه ابن عمها واسمه صابر حتى، وحملت منه، دخل ايه انا في كل ده؟ يا حبيبي ده انت طلعت مسكين خالص. انا يا حبيبي اللي رسمت لها الخطه دي عشان ما تشكش فيها، وعشان ترجعها الشغل من غير ما تفتح لك سيره الجواز والحمل. يعني ايه؟ كانتش متجوزه؟ كان كاتب كتابها على بسام يوم ما اختفت. بسام كمان كان عاوز يتجوزها؟ اتصور، صعبت عليه، الراجل طيب في زمن اسود. انت بقى كده كل الخيوط في ايدك يا منى. عرفت بقى يا عمو انا ليه بتكلم بقلب جامد؟ واديك عرفت اللي عندي، وعليك انت تتمن. ويلا بسرعه اتشاور انت والمدام في اللي يخصك واللي يخصها، وتردوا عليا على طول يا حماية، قصدي يا محمود. خالته اتفضلي. خالته الجميل بيتزوق كده ورايح فين؟ خارج قبل واحده صاحبتي وهنتفسح شويه، اصلي زهقانه قوي. زهقانه ليه؟ انت مش خرجتي امبارح ورجعتي متاخره، وقلتي لي انك كنت في عيد ميلاد واحده صاحبتك، وحتى كنت مبسوطه قوي. ده صح خالته معاكي حق، بس ما تنسيش ان انا كنت بخرج كل يوم وانا بشتغل، ودلوقتي من ساعه ما قعدت في البيت بقيت احس ان انا مخنوقه جدا. بس كده مش هينفع يا حبيبتي، هتجيبي منين فسح واصحاب كل يوم؟ بقولك ايه، ما تيجي تشتغلي معايا في تعليم الكمبيوتر والمشغل. مشغل ايه وكمبيوتر ايه يا خالته؟ بقى انا قعدت ادرس سنين في الفلسفه عشان اشتغل في مشغل ولا اعلم كمبيوتر؟ ده كلام برضو. يا حبيبتي بدل ما انت زهقانه اهو تشغلي نفسك وتضيعي وقت. انا مش عايزاكي تحملي هم الزهق ده خالص، لان انا بدور على شغل وان شاء الله هلاقي. قولي لي يا رانيا، انت ما اتصلتيش بمحمود نهائي؟ محمود؟ لا طبعا يا خالته، معقول اللي بتقوليه ده؟ بقى بعد كل اللي قلتيهولي عليه عايزين اعرفه ولا حتى اطيق ابص في وشه؟ لا 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 يا خالته، انا مش مستغنيه عن روحي ابدا، ده انا حتى ما عنديش اي استعداد يحصل لي ولو ربع اللي حصل لشهيره. بعد الشر عليكي. طب هو ما حاولش يتصل بيكي بعد ما سبت الشغل؟
ها اتصل وقعد يقول لي انت فين وبعتي ليه. فطبعا خالته انا ما قدرتش اقول له اي حاجه. واحد زي ده وبالشر ده كله لو عرف او وصله ان انا عرفت عنه كل الفضايح دي معرفش ممكن يأذيني ازاي. احسن برضو. يا ريت يا حبيبتي تتجنبي الاحتكاك بيه خالص. عارفه يا رانيا انت لسه طيبه وبريئه وما انتيش قده، وصدقيني ده لصالحك انت. لا بقى لصالحك انت يا خالته. صالحي انا؟ تقصدي ايه؟ لا انا ما اقصدش حاجه. انا كل اللي اقصده انك تطمني خالص ومفيش اي داعي للقلق عليا. طبعا انا صدقتك يا عماد بيه وانا مضطر لكده، وكمان ما كنتش اقدر اتجاهل ابدا بان اخوك وقضيته نفس قضيتك اللي اتنظر فيها قبل كده. وانت برضه اللي كنت ماسك حسين بيه. ارجوك يا عماد بيه بلاش لهجة العتاب واللوم اللي ورا كلامك دي. انت عارف كويس قوي ان انا كنت بأدي واجبي، وكمان كنت بدور لك على اي ثغرة عشان اخرجك من القضية، لكن للأسف كل الشواهد كانت ضدك. عموما خلاص دي حاجة انتهت من زمان. انا لسه لحد دلوقتي كلمتك بترن في وداني لما قلت لي ان اخوك كان بيدير الشقة دي من غير علمك، واول ما جت للقضية كان لازم اكلمك واقول لك ان ربنا عايز يظهر براءتك. اعترف بحاجة؟ لا لسه، بس ده بالنسبة لي سهل جدا. واللي انا طالبه منك ان ما تكونش واخد مني موقف سابق. وقضيتك كانت متخطط لها كويس قوي، والشقة كانت متراقبة، واقسمت لك وقتها ان ما كنتش اعرف انها شقتك. ويا ريت تحط نفسك مكاني وتنظرني. انا عذرك من ساعتها حسين. نعرف كويس يعني ايه قضية متابعها ومديها حقها وطابط عليهم كمان في حالة تلبس، يعني كان صعب جدا نفي الاتهام. وبحكم ان في مستجدات حصلت جديدة في القضية تعزز موقفك القانوني، وانا بوعدك ان هبذل كل جهدي عشان اصلح الغلطة اللي عملتها قبل كده، وكل واحد ياخد حقه. اعمل اللي يمليه عليه ضميرك واللي يتناسب مع بعض القضية، بس في حاجة مهمة جدا عايزك تراعيها. الحق ورد اعتباري لازم تحطه في حسابك. كنت عاوز ايه يا حبيبي؟ عايز فلوس. فلوس ليه؟ ليه؟ لحياتي، لمصاريفي. أنا دلوقتي راجل متجوز ومكون أسرة، وعندي مراتي اللي عايز أخليها مش محتاجة أي حاجة. أنا عايز أقعدها من الشغل. كفاية عليها تعب بقى. حاضر اقعد، هبعمل لك مصروف شهري. ما عنديش مانع، بس مش اقل من مصاريف بابا الشهرية. انت اتجننت يا واد؟ ايه اللي بتقوله ده؟ عاوز تحط راسك براس ابوك في المصاريف الشهرية؟ ليه؟ بتعمل ايه عشان تاخد ده كله؟ وايه الفرق ان شاء الله؟ ما هو راجل متجوز وبيعول، وانا متجوز وبعول، وبعدين عندي مراتي اللي ممكن تحمل في اي وقت وتجيب لي اولاد، لازم اشيل لهم وامن لهم حياتهم ومستقبلهم، ما حدش بقى ضامن عمره يا حبيبتي. يا ابني ده انا امك، ليه عايز تجنني؟ انت يا حبيبي مش واخد بالك ان انت والغندوره بتاعتك قاعدين هنا في الفيلا واكلين شاربين نايمين لابسين ببلاش، يبقى فلوس ايه اللي عايزها؟ هتعمل بيها ايه؟ والله انا ما جيتش لحد وضربت على ايده وقلت له تعالى خدني علشان اقول له الرضا السامي، انتوا اللي جيتوا لغايه عندي وتحايلتوا عليا فانا قبلت. اخص عليك يا شريف، ده جزاءنا برضو. انت بتستغلنا يا ابني. بص يا ماما، من الاخر علشان ما نقعدش نلف وندور على بعض كتير، انا مش محتاج غير مبلغ معين هبتدي بيه مشروع كبير هيعيشني انا ومراتي ملوك، وما نحتاجش لحد. حد؟ كلامك بقى وحش قوي. احنا بقينا حد يا شريف؟ خلاص بقينا اغراب عنك؟ مش مسألة اغراب والله يا ماما، مسألة بس ان انا مش عايز ابقى تقيل عليكي انا ومراتي، زائد ان انا دلوقتي كبير مش صغير ومتجوز ومحتاج استقل بقى بحياتي. حاضر، قد ايه المبلغ ده؟ مبلغ تافه جدا، 100,000 جنيه. كام يا روح امك؟ 150 بس يا حبيبتي.
بتهزر يا خفة؟ ليه؟ مشروع ايه اللي هتعمله ان شاء الله؟ مشروع كبير، مشروع استثماري زي اي استثمار، وصدقيني المشروع ده هينجح قوي، ولما هينجح هجيلك هقولك علشان تزودي اموالك، علشان عارف ان انت بتحبي. انت عايز الفلوس تديها للست اياها اللي هتفتح لك الكنز وتخليك مليونير، مش كده برضه يا واد يا مفتح؟ ست؟ ست ايه بس يا ماما؟ ولا هتستعبط علي انا؟ ولا فاكرني مش عارفه انت بتعمل ايه؟ لا يا حبيبي، انا مش نايمه على وداني، وعارفه كويس قوي كل حاجه بتعملها وبتعملها مع مين. انت بتتذابي عليا؟ ماشي، يا ريت بقى مالكيش علاقه بمشاريعي ولا بحياتي خالص، وتسيبيني ابني حياتي بالطريقه اللي انا شايفها. ممكن؟ بس كده؟ طبعا ممكن. يلا ابني يا فالح وفرجني هتبني حياتك ازاي. انت فادو عالم الدين؟ في ايه حضرة الظابط؟ ردي على قد السؤال. ايوه انا فادو عالم الدين. فتشوا المكان كله وما تسيبوش فيه خرم ابره من غير تفتيش. استنى عندك انت وهو، في اذن نيابه؟ ما تعمليش فيها مفتحه قوي كده، اذن النيابه اهو، فتشوا المكان. لا، عندها غضة مشبوهة بيمارس فيها دجل وشعوذة، تحريات كمان اثبتت عليها بلاوي، تجارة آثار وخلافه، يعني راحت في 60 داهية مش داهية واحدة. يلا مركب اللي تودي، بس الحقيقة البركة فيك والله، انت اللي كشفت الموضوع كله. لا تنسيش كمان ان شهادة شريف كانت سند قوي جدا في القضية. يوه، ده انا اتعذبت عشان اقنعه يروح يشهد عليها، قلت له ان عرفت بالصدفة ان اتقبض عليها، وانه لو عايز يسترد فلوسه اللي اداها لها لازم يلحق ويروح يشهد، والا ما كانش راضي يروح ابدا. كان عشمان انه هيمتلك ثروه ويبقى مليونير. طب قول لي يا استاذ عماد، هو فعلا ما قدرش يسترد الفلوس اللي دفعها لها؟ ده دفع لها مبالغ كبيره قوي في الفتره الاخيره. لا طبعا ما يقدرش يستردها، لانها ما سرقتهاش منه، دي خدتها بالرضا الكامل. رضا كامل يعني ايه؟ لا طبعا، دي نصبت عليه، فهمته انها هتفتح له كنوز وتجيب له زيبق احمر والكلام الفارغ ده. القانون لا يحمي المغفلين يا هنا. علي العوض ومنه العوض حواليه. الحمد لله انك لحقتي بقيت المبلغ قبل ما يدفع. اه والله عندك حق. بالمناسبة اتفضل. ايه دول؟ حقك، انت انقذتني من 100,000 جنيه خسارة كان شريف هيديهم للست دي ويترموا في الارض، من حقك بقى تاخد مكافأة كبيرة برضه. أنا اتفقت معاكي مش هاخد منك ولا مليم إلا بعد ما ينتهي كل التعامل اللي بيننا. نفسي بقى ينتهي التعامل اللي بيننا، إمتى؟ هيحصل، وقريب أوي. وبعدين يا شريف، هيفضل دمك سم كده كتير؟ نبي سيبيني في حالي، أنت مش حاسة بيا خالص. يا سيدي خلاص، ست نصابة واتقبض عليها، احمد ربنا إن أنت ما اديتلهاش المبلغ الكبير وبعد كده كانت قبض عليها وأنت كان المبلغ راح عليك. انا مخنوق، قافل من حياتي، كل اللي انا خططت له وحلمت بيه اتمسح باستيكا، كل اللي انا بنيته اتدغدغ يا منى. بعد ما كان كلها كام يوم وهبقى خلاص مليونير، فجاه مفيش اي فلوس جايه بعد كده. هرجع بقى مد ايدي تاني لابويا وامي عشان اخد منهم قرشين. تعرف يا منى ان انا بعت عربيتي برخص التراب علشان خاطر المشروع ده؟ ده غير اللي انا ضيعته كمان. على فكره انا زهقت من كتر الندب اللي انت عملت تندبه. انا هنزل الشغل. شغل ايه؟ مفيش شغل. والله لما تعرف تعوضني عن مرتبي والزياده ابقى ساعتها اقعد جنبك واقول لك شبيك لبيك. لازم نشوف حل للبنت دي وبسرعه. شريف قدامها بقى عامل زي العيل الصغير اللي خايف يزعل امه، مسكتنا من رقبتنا بيه. مش بس بيه يا رجاء، دي مسكنة بكل حاجة في حاضرنا وماضينا، دي عاملة زي الاخطبوط اللي بيخنق فارسته. البركة في هناء هانم، هي اللي حطتنا تحت رحمتها. هناء أهون بكتير من الحرباية دي. ده اللي هيجنني يا محمود. هناء قول لها هنلاقي لها حل ونخلص منها، لكن البلوة دي لو حصل لها أي حاجة، لو اتجرحت بس، شريف هيضيع وضيعنا وراه. عشان كده لازم ننفذ كل طلباتها، دي إنسانة جشعة وماديا، الفلوس عندها أهم من نور عينيها. طب هناء كنا بنديها فلوس عشان نسكتها، لكن دي اضحي بفلوسي عشانها ليه؟ مش عشانها رجاء،
عشاننا. هي طلبت تمن محدد؟ هي طلبت تمن كل المعلومات اللي تعرفها عنا، وقالت بين الشاري والبايع يفتح الله. ناوية تطلب في العالي؟ بأنها ما حددتش التمن، ابتدي معاها من تحت واطلعي واحدة واحدة ونشوف آخرتها إيه معاها. حاضر، هنشوف. المهم إن شريف يخرج من الحسبة دي. هو الحقيقة أنا ما دخلتش في تفاصيل معاها، بس اللي أنا فهمته إنها ما قالتلوش أي حاجة عن ماضينا، وهي دي الورقة الرابحة اللي ماسكاها في إيديها عشان تضغط بيها علينا. محمود، الموقف ده لازم يتحل بسرعة جدا. يعني أنت خلاص اترفعت عنك المراقبة وهنقدر نقعد مع بعض براحتنا زي زمان؟ رفعتها لمصلحتها. عشان تقدر تلاقي فرصة تقتلني من غير ما حد يشوفك. اسمعي يا هلا، أنا شايف إن الحكاية دي لازم تنتهي. أنت لازم تاخدي خطوات ضد نادية، لازم تكشفيها. أنا مش فاهم أنت ساكتة ليه لحد دلوقتي. مش عارفة، ساعات بتبقى جوايا رغبة قوية جدا إن أنا أوجهها في 60 داهية، وساعات بلاقي حاجة تفرملني وتشدني لورا ومتخلينيش آخد الخطوة دي. إيه الحاجات دي فاهميني؟ مش عارفة، يمكن خايفة مترددة، ويمكن الحب اللي جوايا خلاني متسامحة وبنسى الإساءة. ايه بس انا يهمني برضو اعرف ايه اللي ممكن يخليك تخافي. انا مش خايفة على نفسي، انا خايفة على المداخل اللي محمود ممكن يدخل بيها الرن. انتي مش قلتي خلاص سابت له الشغل والعلاقة اللي بينهم انتهت وخلتيني كمان ارفع المراقبة عنها؟ ايوه، بس اكيد هو ما فقدش الامل. انا عارفه محمود كويس قوي، لما بيحط واحده في دماغه ما بيسيبهاش، حتى لو فضحته هو ومراته هيقول عليا وعلى اعدائي، لان هو مش ممسوك عليه حاجه وهيعمل اللي هو عايزه. تفتكري مش هقدر احميها منه؟ الحكايه مش حمايتها هي، انا اقدر احميها من محمود، لكن انا قلقانه عليها هي. هي اللي عايزاه اكتر ما هو عايزها. معقول بعد كل اللي عرفته؟ مش عارفه يا بنتي. انا مش عبيطه، ده انا عقلي ده يوزن بلد وبلقطها وهي طايره. يعني خالتك عايشه قصه حب مع صاحب الشقه اللي فيها المشروع؟ ايوه، ده انا متاكده مش بس ملاحظه. اسمه ايه؟ عماد، او عماد بيه يعني، زي ما بتقعد تقول قدامنا كده علشان تفهمنا ان العلاقه ما بينهم رسميه، لكن اللي يلاحظ قعدتهم مع بعض وكلامهم ونظراتهم يفهم الحكايه كلها. الله، طب وهي مخبيه علينا احنا ليه؟ انا برضو سالت روحي نفس السؤال، ومتهيالي كده ان هي خبت علينا علشان حكايه بابايا وباباكي واللبش اللي حصل الفتره اللي فاتت. عارفه مين اللي هيفيدنا قوي في الموضوع ده؟ مين يا ست رانيا؟ انت لسه هتسالي مين؟ تعالي ورايا وانت تعرفي. بس سكتم بكتم، انت فاهمه ولا لا؟ ماشي، ما تقلقيش، بس وريني انت هتعملي ايه. تيتا يا عمر، يا منور الصاله. وانا اقول النور زاد يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم، هما بيطلعوا امتى دول؟ اتخضيتي؟ اصل يا بنتي انا متعوده ان رانيا دي تدخل مبوزه وتخرج مبوزه. لا بس لما يبقى في حاجه تفرح بفرح وزغرت وهلل وارقص كمان. يا اختي ربنا يفرحك كمان وكمان. بس ايه الحكايه؟ جالك عريس؟ مش انا اللي جالي عريس يا تيتا، دي خالته هي اللي عايشه قصه حب مع واحد، انما ايه قيمه وسيمه وحاجه كده تشرح القلب. حب ايه وكلام فارغ ايه؟ هي خالتك بتاعت الحاجات دي؟ ما هي اللي قايله لي. حتى بالاماره هو صاحب الشقه اللي فيها المشغل ومكتب الكمبيوتر، وبالاماره كمان اول حرف من اسمه عماد. يوكاتيك ايه يا هناء؟ بقى توصيني ان انا ما اتكلمش وتروحي انت تقولي من ورايا. ما اجراش حاجه يا تيتا، مهم ان احنا نفرح بيهم. ده انا حتى نسيت اسالها كاتب الكتاب هيبقى امتى. لا هي مأجله شويه، بس ان كان على الراجل عايز النهارده قبل بكره. طب وليه خالته ما قالت لناش؟ قصدها ليه ما قالت لناش من زمان؟ يا بنتي كل شيء بأوان، واديكوا عرفته. بس ما تتصوريش انا قد ايه فرحانه لها يا تيتا من قلبي. طبعا يا بنتي، واحنا عندنا اعز منها نفرح له. يا سلام، دي هناء دي يا بخت اللي هيتجوزها.
ويا ترى بقى هو عارف موضوع السجن ولا رانيا؟ حاجة زي كده احنا ملناش دعوة بيها، دي حاجة تخصها لوحدها. ما تخافوش، هي قايلة له على كل حاجة. هناء تحب دايما تعيش في النور، ما تحبش تعيش في الضلمة. يعني الحكاية فيها خطوبة وجواز؟ ايوه، امال انا بقولك ايه، ده جه قرا فاتحة مع تيتا، يعني خلاص اتقدم رسم. عشان كده؟ وايه اللي عشان كده؟ وبعدين مال وشك راح كده وجاب 100 لون؟ انت قلتيلي اسمه ايه؟ عماد البدري؟ انت متأكد؟ زي ما انا شايفك قدامي دلوقتي، المعلومة صح 100%، مفيهاش اي غلط. عرفت ازاي؟ انا مش نايم على وداني يا هانم، اما عن هناء فرصتي لها المرة دي لازم تجيب دم. وعماد بيه البدري بقى هخليه يشوف اللي عمره ما كان يتخيل انه يشوفه في حياته. ألف ألف مبروك يا عروس. طب مش كنتي تفرحينا معاكي؟ في يا خالتي؟ انت بتسأليني؟ ما انت اللي قلتي. قلت ايه؟ على العريس الأستاذ عماد. عماد؟ طب يا بنتي لما انت ناوية تقول مش كنتي تديني خبر بدل ما بقى زي السوسة اللي بتتلائم؟ أنا مش فاهمة حاجة خالص، حكاية لفت ازاي كده وبقت علم؟ أنا هحكي لك على كل حاجة خالته، بس عشان خاطري ما تزعليش مني. مش هزعل، بس قولي. انا لاحظت بالعقل كده العلاقه اللي بتربطك بالاستاذ عماد، وبصراحه انا اتصرفت بشكل غلط. المفروض اني كنت اجي اسالك، بس انا رحت قلت لرانيا. يا سلام يا ست نوع، فيها ايه بقى لما تيجي تقولي لرانيا؟ استني يا رانيا كملي حبيبتي. رانيا جريت على تيتا وسالتها لا ما سالتنيش، قالت لي انت اللي قلت لها. المهم وبعدين؟ تيتا بعد كده اتكلمت معانا بمنتهى الصراحة على أساس إنك قلت لنا وإن إحنا عارفين. طب وليه اللفة دي كلها يا رانيا؟ ما كنتي جيتي سألتيني وأنا كنت هجاوبك بصراحة. بس اللي حصل إن أنا سألت حضرتك قبل كده على حاجات كتير وما جاوبتنيش بصراحة. زي إيه؟ زي علاقتك القديمة بمحمود. ما انا حكيت لك كل حاجه. بس لما قررتي انك تحكي مش لما انا سالتك. بس ده مش معناه انك انت تلاقمي على تيتا وتلفي اللفه دي كلها. هي فين المشكله بالظبط؟ هو انت كنت ناويه تتجوزي في السر ولا حاسه انك بتعملي حاجه غلط؟ لا يا هانم، ما بعملش حاجه غلط، بس من حق كل انسان ان هو يرتب نفسه وبعدين يعلن عن مشاريعه في الوقت اللي يلاقيه مناسب. خلاص يا ستي ما تزعليش نفسك، ان كان على الزغروطه والمباركه انا خلاص سحبتهم. انا اسفه يا خالتي، انا عارفه ان انا السبب في كل اللي بيحصل ده، بس صدقيني والله انا كنت فرحانه قوي لما عرفت ان في بينك وبين الاستاذ عماد حب. انا بقى لا فرحانه ولا زعلانه. وبعدين معاكي بقى يا رانيا في كلامك الماسخ ده. الله، هو لا كده عاجب ولا كده عاجب؟ ازغرط وبارك تزعلوا مني، اقول انا فرحانه ولا انا زعلانه برضو تزعلوا مني، عايزين اعمل لكم ايه بالظبط؟ ولا حاجه يا رانيا، متشكره قوي على زغرتك الجميله، وعقبال ما مملك الدنيا زغرتي ومفرحك. وعلى فكره انا ما خبيتش عشان حاجه، انا كنت عايزه اطمن عليكم الاول وبعدين كنت احكي لكم كل حاجه. ربنا يسعدك يا خالته، والله احنا مش عاوزين اي حاجه غير راحتك وسعادتك. مين دولت؟ دولت هانم. ازيك يا عبدو؟ ازيك يا شلبي؟ كويسين، نحمده على كل حال يا ست دولت. نطلع الكنط فوق ولا نحطها في الاوضه اللي تحت؟ ايه قله الادب دي يا بني ادم؟ انا قلت لهانم اوضتها فوق. حاضر استاذ. حاضر استاذ. اتفضلي يا دولت هانم. مش قلت لك خرجتي من الفيلا دي مطروده وحلفت لا رجعك فيها بس سبتها.
قلتي وصدقتي بنت امك بصحيح يا منمن. يا حبيبه منمن. ايه الدوشه دي؟ في ايه؟ دولت؟ ازيك يا رجاء هانم؟ انت ايه اللي جايبك هنا؟ احب اعرفك يا رجاء هانم، دولت هانم مامتي، يعني حمات ابنك شريف. هي امك بقت هانم امتى يا اختي؟ طول عمرها هانم، وجا الوقت ان هي تاخد وضعها الحقيقي. تجننت يا بنت؟ فاكره بنت ابوكي هتتحكمي فيه ولا ايه؟ ناويه تعمليها تكيه لاهلك؟ والله لو مش مستحمله حمات ابنك ومرات ابنك يبقى نخرج من هنا على الاسم ونعرف كل الناس مين هي رجاء هانم صاحبه الشنه والرنه، ويا نخرج من هنا على الاسم يا نطلع فوق ونكفي خيرنا شرنا. يلا يا دولة هانم، ايه رأيك؟ لا يا حبيبتي، نكفي خيرنا شرنا احسن. كل ما الدنيا تضيق بيا واتخنق واحس ان انا عايز اتكلم مع حد بجري عليك يا عمي. ده عشان انت عارف اني بحبك وروحي ليك. هما مش بيقولوا بالقلب للقلب رسول؟ مش حكايه حب يا عمي، ما هو ابويا بيحبني وامي بتحبني، المهم انا بحب مين، بحب اتكلم مع مين. عمي انت قلبك ابيض جواه زي براه، لا بيعرف يكذب ولا يغش. كان نفسي يبقى لي اب زيك يا عمي. يا خبر، ده الراجل غلبان، كنت هتعبك وشقيك من صغرك زي أسامة، لكن انت متربي على العز والدلع، ايش جاب لجاب؟ يا عمي انت حاسس ومقدر كويس قوي اللي انا فيه. شوف يا ابني، ما حدش بيختار اهله وناسه ولا بيختار افعالهم وسلوكهم، دول زي لون الجلد مفروض علينا، انما الانسان بيختار افعاله ومواقفه وطريقة حياته، يا إما يراعي رضا ربه وراحة ضميره، يا إما يجري وراء أطماعه ومصالحه. وصدقني مهما كانت نتيجة الطمع كبيرة، راحة الضمير أكبر وأجمل. طبعا، بس أنا بقيت مخنوق من حياتي، أنا مش عايز أكمل في نفس الطريق اللي هم كانوا فيه يا عمي. أنا عايز، أنا مش عاجباني حياتي اللي أنا عايشها دلوقتي أساسا. طب بابا وماما وفهمنا اللي فيها، لكن حياتك مع مراتك مالها؟ مش انت اللي مختارها؟ اتغيرت، ما بقتش هي. ازاي يعني؟ من يوم ما رجعنا الفيلا وانا حاسس ان كل اللي بتعمله معايا ده علشان خاطر تقعد في الفيلا. اتغيرت معايا خالص، ما بقتش مهتمه بيا. تخيل يا عمي ان هي بعتت تجيب امها تعيش معاها في الفيلا من غير ما تستأذن حد، وتفرج بقى على ابويا وامي مش فاهم موقفهم خالص، ساكتين على اللي هي بتعمله ده ليه؟ جايز عشان خاطرك. عشان خاطري؟ طب عشان خاطري ما تقولش كده تاني، دي ماسك عليهم زلة كسر عنيهم، بس ما عرفش في ايه، بتعمل اللي هي عايزة تعمله ومحدش بيقدر يقول لها بم، كأنها واثقة انهم لا يمكن يطردوها، وبقت تتصرف هي وامها على انهم صحاب الفيلا. امها دي اللي كانت شغالة عندنا خدامة، تخيل. غريبة اوي فعلا. طب ما تسأل مراتك اكيد هتصارحك. مراتي دي اكتر واحدة في الدنيا ممكن تتوهني، لا اعرف اخد معاها حق ولا باطل. دي كانت بتقول لي ان ابوك وامك هيبعتوا لنا نرجع نعيش معاهم في الفيلا، ما كنتش فاهم جايب الثقه دي منين. لا يا ابني، ما هو انت لازم تفهم، ما ينفعش تقف في النص محتار كده، لازم تقعد مع الطرفين وتفهم اللي بيحصل حواليك، ما ينفعش تقف تتفرج كده، ولما تفهم كل حاجه تقدر تقرر.
الوضع ده يستمر ولا لا؟ مبروك عليا. يا دبلت الخطوبة عقبالنا كلنا، وابنك مطلوبة في عشا حبنا. ألف مبروك يا هناء، ألف مبروك يا أستاذ عماد. الله يبارك فيك. مبروك يا عبد الهناء، ألف مبروك يا حبيبتي، مبروك يا أستاذ عماد. ألف مبروك يا أجمل عروسة في الدنيا. الله يبارك فيك يا بقى هاشا. خالته تحطها في عينك يا انكل. دي في قلبي من جوه يا حبيبتي. الف الف مبروك يا خالته، انا فرحتي النهارده مستيعاني خالص. عقبالك يا ست العرايس. الف الف مبروك يا استاذ عماد. عقبالك يا رانيا ان شاء الله. قريب ان شاء الله، قريب جدا. طب انا هروح اشوف البوفيه. ها يا حبيبتي، الف 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 مبروك. اخيرا فرحت بيك وشفتك عروسه يا فرحة قلبي. الله يبارك فيك يا زوق، ربنا ما يحرمني منك ابدا. وشيل قوي قريب ان النص اللي في بطنك ده. ان شاء الله. مبروك يا استاذ، فتح عينك عليها كويس قوي. واوعى تزعلها وحياتي من دي. انا اقدر برضه ازعلها، دي هنا دي احسن حاجه في حياتي كلها. وبعدين البيه مش محتاج وصايا يا زوبه، اللي بيحب حد ما بيحبش يزعل ولا ايه يا بيه؟ الف مبروك يا احمد بيه. الله يبارك فيك يا شعبان. وسعوني لا طيب. انا عايز ابارك وابوس، عايز ابارك وابوس. الف مبروك يا حبيبتي، يا ليله بيضه. الف مبروك. الله يبارك فيك يا عطيه. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك يا عطيه. اتفضلوا يا جماعه، البوفيه جاهز. يلا يا بنات. يلا يا عرايس. تعالي يا زوز. اتفضل يا حبيبتي. مبروك يا عبله. ايه ده ايه ده ايه ده، احنا هناكل كده من غير ما نرقص؟ عايزين نهيص يا عبله هناك، شغلونا حاجه ترقصنا بدل الموسيقى الحزينة دي. حاضر. يلا وقف يا حبيبتي. يلا ورينا ستارتك بقى. يلا يلا سقفوا لي بقى. ربنا يجعلها جوازة العمر ان شاء الله. شكرا يا رب. مبروك يا عروسه. الله يبارك. اتفضلي اتفضلي. يلا اتفضلي يا حضرتك. شكرا. انا النهارده الدنيا مش سايعاني من الفرح يا حبيبتي. الف الف مبروك. يلا الله يبارك فيك يا خالتي. اول يوم النهارده هنام وانا قلبي مطمن، وما عادش تفرق معايا كنت عايش ولا معيش. كفايه ان اعرف ان هناء بقت مع راجل، راجل بحق وحقيقي يصونها ويحميها. الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. ربنا يديك الصحه وطول عمرك. ربنا يطول لنا في عمرك ويخليك ان شاء الله. يخليك. يلا اقطعوا بقى التورته، امسكوا السكينه انتوا الاثنين كده. يلا يا رب اقطعوها. يلا الأخبار. حفلة خطوبة؟ والله لسه نازل من عندها. كويس قوي. بقول لك ايه، الخطة اللي رسمتها لك تتنفذ بكرة الصبح. ايوه اوكي سلام. كفاية عليكي كده قوي يا هنا. طيب ايه في ايه؟ الحق يا عماد. ولاء ولاء. ايه مالها ولاء؟ خطفت. خطفت ايه؟ اتخطفت يا بابا، اتخطفت. إيه امتى وازاي؟ وهي رايحه المعسكر الصيفي مع المدرسه. عرفت منين؟ ما انا كنت معاها يا بابا، اتخطفت قدام عيني بسرعه البرق
وقعدت اجري ورا العربيه وقعدت اصرخ وقلبت الدنيا بس ما حصلتهاش. خدت نمره العربيه؟ ما كانش عليها اي نمره، هي كانت عربيه سودا. خلاص 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 انا هتصرف. الو بابا، انا ولاء يا بابا. ايوه ولاء، انت فين يا حبيبتي؟ بابا ما تبلغش يا بابا، عشان خاطر يا بابا ما تبلغش، هيموتوني لو بلغت.